النهاردة الذكرى الثانية لرحيل فارس الحقيقة الإعلامي الكبير الأستاذ وائل الإبراشي. احنا طبعا كان لينا حظ كبير جدا احنا اشتغلنا مع الأستاذ وائل الإبراشي خلال السنتين اللي كان موجود فيهم هنا في القناة الأولى، والحقيقة ان هو في جانب آخر لم يظهر للسادة المشاهدين وهو تعاملاته الإنسانية، يعني زي ما بنقول كده منه ان هو كان بيجمع الحسنيين. كان راجل لطيف جدا الله يرحمه، كان راجل محترم ومتواضع، وكان راجل بشوش، والناس كلها اعتقد بتجمع على ده، الناس اللي اتعاملت معاه عن قرب بتجمع على ده. طبعا ما فيش شك ان الخبر نزل كالصاعقه، وانا فاكر طبعا الوقت ده احنا كنا دايما بنسمع اشاعات عن خبر وفاته، لكن الخبر ده اول ما بدات الناس تتكلم عنه كنا برضو متخيلين في البدايه منه ان هو اشاعات، كنا وقتها بنغطي منتدى شباب العالم في شرم الشيخ. لكن لما تأكدنا من الخبر فكان في حالة من الحزن، مش بس عندنا، لأ في الوسط الإعلامي كله، وبالنسبة كمان للجمهور كمان يا منة كان مرتبط بيه بشكل كبير جدا. طبعا الله يرحم الأستاذ وائل إبراشي، صاحب الانفرادات، صاحب التحقيقات الصحفية والتلفزيونية الجريئة، طبعا كان بيمثل مدرسة صحفية متفردة، نقدر نقول إنها تأسست باسمه وصار على خطاه جيل من الإعلاميين كبير. في الذكرى الثانية لرحيل الأستاذ وائل الإبراشي خلينا نتابع التقرير. كل يوم بنكون معاكم مسنودين على حكايات الناس، هما اللي بيدونا طاقة النجاح، هما البوصلة اللي بتقودنا، الناس هي اللي بتحدد اللي بنقدمه، الأخبار، الموضوعات، بنقول لهم على حقوقهم وبنساندهم في بحثهم عن لقمة العيش. المواطن هو البطل اللي صوته طالع من شاشتنا وبيسمعه الجميع. عامان على رحيل رمز إعلامي اتخذ من الحقيقة شعاراً وطوع الكاميرا لتحمل رسالة من لا صوت لهم. أنت اللي بتختار، إما أن تكون بطلاً أو خائناً، ناجحاً أو فاشلاً، نقياً أو فاسداً. إنه الإعلامي الكبير وائل الإبراشي، صاحب الانفرادات والتحقيقات الصحفية والتلفزيونية الجريئة التي كانت بمثابة مدرسة صحفية متفردة أسسها باسمه وسار على خطاها جيل من شباب الإعلاميين. كان وما زال وسيظل يثير جدلاً كبيراً. بدأ وائل الإبراشي حياته المهنية بمؤسسة روزا اليوسف وتركها وانطلق بعدها ليترأس التحرير في صوت الأمة، ثم ترأس تحرير الصباح لفترة قصيرة في 2012، لكنه لم يكمل التجربة نظراً لانشغاله بالعمل التلفزيوني الذي بدأه بتقديم برنامج الحقيقة على شاشة قناة دريم الفضائية لعدة سنوات. مصر بلا عشوائيات أهم مشروع إنساني واجتماعي ربما شهدته مصر في العقود الخمسة الماضية. قبل أن ينتقل إلى برنامج العاشرة مساءً، ثم قدم برنامج كل يوم على أون تي في قبل أن ينتقل إلى التلفزيون المصري لتقديم برنامج التاسعة. مشاهدينا نحييكم من جديد في التاسعة مساءً. خلال رحلته الإعلامية سجل باسمه أكثر من سبق صحفي وإعلامي متفرد، كان خلالها في مقدمة الصفوف واضعاً حياته على المحك غير آبه سوى بنقل الحقيقة الكاملة. التلفزيون ده تلفزيون الناس، تلفزيون الشعب. احنا مش محتاجين نخبط على الأبواب لأن مفيش بيت في مصر مش بيتنا. عانى الإبراشي من تليف في الرئة إثر إصابته بفيروس كورونا، مما أدى لدخوله المستشفى أكثر من مرة، ورغم مقاومته له على مدار أشهر إلا أنه استسلم لهذا الوباء العالمي، ليرحل عن عمر ناهز 58 عاماً، لكن تبقى سيرته باقية. الله يرحم الأستاذ وائل الإبراشي.